بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الثالث من الكتاب السادس والأربعين، كتاب البر والصلة والآداب. باب: رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة، يعني لم يكون سببا في دخول الجنة ببرهما. يعني ورغم أنف يعني زل، وهو دعاء عليه لشؤم ما جناه على نفسه. فأقصر الطريق إلى الله وإلى الجنة بر الوالدين، من أقصر الطرق. فإذا أدركت أباك وأمك أو أحدهما حيان فالزم برهما، فهو أقصر الطرق إلى الجنة وأسرعها وأبركها في العمر. ولو لم يفعل ذلك يبقى رغم أنفه، يعني زل. فكان النبي بيقول له كده: هتزل نفسك، هتروح من طرق بعيدة تزل نفسك، توصل للجنة بطريقة من طريق بعيد، طريق سهل هو معلم، لكن لا، بني آدم ساعات يختار الصعب. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 74 بعد 606,000، قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا أبو عوانة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ والرغام أصلا التراب، الرغام أصلا التراب. ورغم أنف يعني التصقت أنفه بالتراب، يعني زل، وهو تعبير مجازي عن المزلة. يعني مش المصريين يقول لك: أنا هخلي أنفك في الأرض، يعني أزلك، كلام العوام بالعادي، يعني دي معنى رغم أنف، يعني خلي أنفه وهي أعلى شيء فيه في الأرض، يعني معنى زل. يبقى ده معناه مجازي، يعني مش معناه حقيقي، يعني المعنى المجازي. فالنبي استعمل المجاز، والعرب يستعملون المجاز، والمجاز موجود في القرآن والسنة كثيرا، وكررها النبي ثلاثا تأكيدا على هذه الدعوة حتى ينفر الناس من النهي الذي سوف ينهي به عنه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. وعن أبي قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة، أي لم يدخل الجنة بسبب برهما. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال: حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثلاثا، ثم ذكر مثله. باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما. يبقى بر الوالدين يقتضي الإحسان أيضا لمن يحبوهم، لأصدقائهم وأقربائهم وجيرانهم ومعارفهم وأهل مودتهم، كل ده مطلوب من باب بر الوالدين.
حتى ان صلة الرحم منشأها بر الوالدين، لان ما كان رحم الا من خلال الاب والام، فالاخوال من جهة الام والاعمام والعمات من جهة الاب، فلولاهما ما كان هناك رحم اصلا. فصلة الرحم اصلا فرع من فروع بر الوالدين. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. فقال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، يعني أكرموا كرم بالغ أو كرم طريقة عجيبة. الأعراب إذا لما تدي له أي حاجة يفرح. سيدنا عبد الله بن عمر كان إيه أما يجي يسافر مكة، لأنه كثيرا ما كان يسافر مكة للحج والعمرة، يقال إنه هو عمل 1000 عمرة وحج 70 حج سيدنا عبد الله بن عمر، فكان كثير السفر من مكة للمدينة، رايح جاي من مكة للمدينة، يعمل عمرة وراجع من العمرة، يعمل حج وراجع من الحج، هكذا كانت حياته. ففي كان بياخد معاه لما كبر في السن ياخد معاه حمار يمشي جنب البعير اللي هو راكبه، عشان لما يتعب من ركوب الجمل يريح على الحمار شوية، واخد بالك، يتروح عليه، لأن طبعا أنت راكب الجمل طول النهار قاعد تعمل كده بقى طول ما أنت ماشي، ظهره يوجعه. طبعا يعني صعب عملية برضه صعب. فكان ايه معاه حمار كده ماشي جنبه، لما يزهق ينزل من البعير يكمل ايه شوية كده ايه نص ساعة ولا ساعتين ثلاثة على الحمار، يقوم ايه يهدي ظهره شوية، يعني بعد كده يركب على البعير. فقابله أعرابي، سلام عليكم، عرفه بنفسه ان هو كان ابوه صديق لأبيه عمر. الأعرابي ده كان ايه ابو الأعرابي ده صديق لسيدنا عمر بن الخطاب. فلما عرف كده اكرمه اخر كرم، ركبه الحمار لو بيستريح عليه، وخلع عمامته ولفها له كمان عشان ايه يظلله من الشمس، اكرمه كرم بالغ يعني، فاهم؟ علشان ايه؟ من اهل ود ابيه، ابيه من اهل ود ابيه، مش هو نفسه كمان، فهمت؟ الصحابه كانت ازاي تفهم الاحكام وكيف تطبق الشرع الشريف. فقلنا له أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. تنفع تقول ود وود بكسر الياء الواو وضمها لغتان صحيحتان والرواية بالضم، يعني ممكن تقول ود وتقول ود لكن الرواية بالضم، يعني أهل محبة أبيه، يعني أحباب أبيه وأصدقائه، يبقى إيه تودهم، فهم؟ وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، يعني أحباب أبيه أو إيه أهل الوداد لأبي. وعن أبي قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي والليث بن سعد جميعا عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة. يتروح يعني يستريح، يتروح عليه أن يستريح عليه. إذا مل ركوب الراحلة يعني إيه؟ يعني تعب من ركوب الراحلة. وعمامة يشد بها رأسه في السفر، يعني لأن تملي هزة الراحلة في السفر تعمل صداع. فهمت إزاي؟ إحنا دلوقتي لأن بنركب وسائل مواصلات مريحة ما نعرفش الحكاية. لكن هي طبعًا تصور أنت ما يقعد يتهز كده أهو ويجي كده اهو لمدة اسبوع على ما يوصل مكة ولا 10 ايام، وقاعد كده مسافر كل يوم 12 ساعة، عملية برضو مرهقة يعني، فاهم؟ فكانوا ايه يشدوا راسهم بالعمامة ويربطوها جامد علشان ايه تمنع الصداع المصحوب من هزة الايه البعير.
عمامة يشد بها رأسه، فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ يعني ألست ابن عمر ابن الخطاب؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار. ده سيدنا عبد الله بن عمر هو اللي قال له كده، اتعرف عليه قال له: أنت مش أبوك فلان ابن فلان؟ قال له: فهو عارف أن اسم أبوه ده صديق لأبيه. فهمت؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار وقال: اركب هذا والعمامة، قال: اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يعني بعد أن يموت يعني، وإن أباه كان صديقا لعمر. باب تفسير البر والإثم. معروف أن البر هو إيه؟ كل ما يحبه الله من طاعة وحسن خلق، كلمة جامعة كده. فهمت؟ أي طاعة وحسن خلق اسمها بر. فهمت؟ فالنبي بقى هيفسر لك البر تفسير جامع، على لأن البر كلمة عشان تفسرها تقعد تتكلم كلام كتير لأن معناها واسع. فكيف بقى من أوتي جوامع الكلم؟ يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم الذي أوتيه وفضل به على سائر الأنبياء، يفسرها زي ما يقول لك الدين والنصيحة. شوف الدين ده فيه أحكام كتير، تقعد تتكلم في الدين. احنا من يوم ما اتولدنا لحد دلوقتي نتكلم في الدين وبنسمع في الدين، دين كتير قوي، احكام كثيره واداب كثير. النبي فسره الدين والنصيحه. شفت؟ ما حدش يعرف يقولها دي، يقول ان النبي انا ما كانش حد يعرف يقولها. ده دي جوامع كلم النبي بقى صلى الله عليه وسلم. علشان كده يقول لك ايه؟ البر وحسن الخلق. اهي كلمه جامعه. ايه هو البر؟ تعريف النبوي ليه؟ حسن الخلق، فطاعه الله من حسن الخلق. اللطف بالمخلوقين وإكرامهم من حسن الخلق، حسن العشرة من حسن الخلق، إطعام الطعام من حسن الخلق، كل حاجة بقى عمل بها شعر تلاقي حسن الخلق. فهمت بقى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب لك المعنى الواسع، يقول لك في الكلمة موجزة، ودي معنى إيه؟ أتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. زي ما واحد قال له: قل لي قولا في الإسلام لا أسأل فيه بعدك أحد. والإسلام ده أحكام كتير، تصور أنت واحد يقول لك كده، هتقول له ايه؟ مش هتعرف. تقول له: طب اقعد معايا بقى شهر كده ان شاء الله علشان ايه؟ تعرف اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه، اقعد احكي لك. شوف النبي قال له ايه؟ قل امنت بالله ثم استقم، خلاص. فهمت؟ شفت بقى من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. قل امنت بالله ثم استقم. بيسند وعنه به قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا ابن مهدي عن معاويه بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن النفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. يبقى الإثم عكس البر، يبقى نقيض البر إيه؟ الإثم. كويس؟ فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يعني اللي لا تستتيح لا تستريح له نفسك وانت على الفطرة السليمة، يبقى ده اسم. طالما انت على الفطرة السليمة ولا تستريح نفسك لهذا الشيء، اعرف انه اسم من غير ما تروح تسأل بقى ايه الفقهاء ولا غيره، طالما انت على الفطرة السليمة. لكن خد بالك ان الانسان لو ترك نفسه للفتن يتشربها قلبه فيستريح لايه؟ للمعصية. تصور بقى ينقلب حال. يبقى ايه الكلام ده؟ بيوجهه النبي لسليم الفطرة، لسليم الفطرة الذي لم يختلط قلبه بالفتن، فتلاقيه يستريح قلبه لكل خير وقلبه لا يستريح لكل شر أو لأي شر. فهمت بقى؟ أيوة. العلامة أنه يلاقي نفسه بيحب الطاعة، وأنه لما يعمل أي معصية أو يقصر في الطاعة نفسه تلومه. فهمت؟ وأنه ينصاع للحق بمجرد ما يعرفه، ما يجادلش كتير. فهمت ازاي؟ يبقى خلاص، يبقى فطرته سليمه. درجه عملوا تجربه الجماعه الاوروبيين في
في الاطفال عشان يثبتوا ان الطفل بيتولد على فطرة سليمة. جابوا اطفال كده وفرجوهم مثلا ايه على إيه قطة تيجي تسرق الاكل وقطة تانية بتاكل قدام صاحبها، وبعد كده يشوفوا الاطفال يتعاطفوا مع اي قطة، فيجيبوا لك بقى صورة للقطة اللي كانت بتسرق الاكل واحد بيضربها تبقى الاطفال قاعدة فرحان، والقطة التانية لو ما حد يضربها الاطفال تبقى زعلان لان دي قطة اخلاقها حلو. فبينوا حتى الطفل الصغير ربنا خلقه على فطرة سليمة كده، يحب الخير ويكره الاشرار طبيعته كده. اما يجوا يكبروا بقى العيال وتتقلب مخهم ويتلخبطوا يعملوا الشر ويفتكروا دين، يبقى سوء الفهم بقى دخل في المساله. لكن لو كان طالع على الفطره كان عارف ان ده كده اولع بلدي لحرام، اهد بلدي لحرام، اتجرع على الكبير حرام، فهمت ازاي؟ وسيء الظن بالمسلم ده حرام. ولكن لا، تغيرت الامور. ليه؟ لان ايه؟ تلوثت قلوبهم بالفتن فصاروا يتدينون بالمعاصي. شفت قد ايه؟ يفتكرها المعصيه يفتكرها طاعه. والنبي قال كده: تعرض الفتن على القلوب كاعواد الحصير عودا عودا، يعني كانها كتيره قوي يعني. اي قلب انكرها نكت فيه نكته بيضاء، واي قلب اشربها نكت فيه نكته سوداء. حتى تصبح القلوب على قلبين، ابيض مثل الصفا اللي هو بينكر الفتن او البول لا يضره شيء، عارف الحق على طول، والتاني اسود مرباد يعني رمادي كده، لا هو ابيض فطره ولا هو اسود كفر، لا ده في من الكفر على الفطره، اسود مربادا يعني ايه؟ يعني معكر، بياض الفطره مع سواد الفتنه. فهمت بقى ازاي؟ لا يرى معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. شفت بقى الثاني القلب الثاني ده لما اختلط تبص تلاقي ايه؟ ما يعرفش المعروف ولا، وسماه ايه؟ كالكوزي مجخيه، زي الكوز المقلوب كده، تحاول تحط فيه اي عظه ما يسمعش. انت ما تقلب الكوبايه كده ينفع تملاها ميه او تملاها لبن او تملاها اي خير؟ تعرفش خلاص، فيصبح قلبه كده هو اللي هو يقول عليه الشح المطاع والهوى المتبع واعجاب كل ذي راي برايه. شفت الخطوره بقى؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما بيقول له ايه؟ الاثم ما حكى في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، لسليم الفطره وليس لمطلق الانسان. فلا بد انك تربي ابنائك على سلامه الفطره، وانك انت لما تكبر تعرف ايه فتن زمانك تتجنبها عشان تحافظ على فطرتك، عشان ترى الحق حق. ومن يتقي الله يجعل له ايه؟ فرقانا، يعني يفرق بين الحق والباطل، مش محتاج معاه مفتي جنبه، هو قلبه خلاص فرقان لي. فهمت؟ كان سيدنا ابو الحارث المحاسبي كان يسال الله سبحانه وتعالى الا يطعمه حرام قط، يا رب اجعل لي علامه كده في الحرام. فكان لما يجي يمد ايده للاكل ويكون الاكل ده حرام يرتعش عنده عرق في اصبعه، ربنا عمل له عرق في صباعه كده يعني زي وتر في صباعه، اول ما يمد ايده للاكل لما يبقى حرام او في شبهه تلاقي صباعه ترعش، يعرف انه حرام يبعد. ليه؟ لانه كان حريص انه ما ياكلش الا الحلال، فربنا سبحانه وتعالى جعل له علامه. فهمت بقى؟ ومن يتقي الله يجعل له فرقانا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم ايه؟ سيئاتكم. يبقى خد بالك ان الاثم ما حكى في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، هذا ليس لكل، لسليم الفطره، لسليم الفطره. وعشان كده استفتي قلبك لا تكون الا للقلب السليم، ده اللي تستفتيه، انما قلب مريض تستفتيه؟ طب هات لي كده حرامي، استفتي قلبه يقول لك انا عايز اسرق البنك، واخد بالك؟ ما هو قلبه بيقول له كده، واخد بالك؟ واحد مجرم، واحد يعني عنيف ومختلف مع الناس، يستفتي قلبه يقول لك اقتل اللي يخالفني. يعني ما ينفعش ده، يبقى الحديث ده مش موجه ليه لما يقول استفتي قلبك وان افتك. القلب السليم هو الذي يستفتى، اما القلب المريض فيعالج. فهمت بقى ازاي؟ فيبقى في احاديث موجهه لخواص الناس، وفي حديث موجهه لعموم الناس. فلازم تعرف الحديث ده موجه لمين؟ وهل انت مخاطب به
ولا لم تبلغ درجة المخاطبة به، فعليك أن تحصلها. فهمت بقى المسألة؟ فليس كل حديث يخاطب به كل إنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولا ألقى معاذيره. يعني اللي غاوي خمرة مثلا ما يستريحش لما يشرب خمرة، يبقى ده بالنسبة له شرب الخمرة قلبه بيستريح. يا سلام، تبقى الخمرة حلال عنده، لأنه ده قلب تشرب الفتنة فأصبح يستريح للمعصية. يبقى الكلام ده مش موجه ليه، مش موجه ليه خالص، ده موجه لإنسان سليم الفطرة. وعن أبي قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني معاوية يعني ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء. النواس بن سمعان عمل ايه؟ النبي كان يقول للمهاجرين ما تسألوش كتير، لأن كثرة السؤال ينبني عليها كثرة الأحكام، وكثرة الأحكام ينبني عليها التشديد على الأمة، فلا تكون سببا للتشديد على الأمة. فكان المهاجرين أدبهم مع النبي ما يسألوش، يخافوا، أحسن يسأل حاجة كانت حلال يحرم. فهمت ازاي؟ فاكر انت الراجل اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحج بيقول له في كل عام يا رسول الله؟ ايه اللي خلاك تسأل؟ ما تسكت. فهمت ازاي؟ ربنا قال حجه والرسول قال حجه، يبقى ايه؟ يلتزم الامر ولو بفعله مره. لغه العرب كده خلاص، مش معناه كل سنه. لا، التاني بيقول في كل عام، ايه اللماضه دي؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم تجاهله كانه ما سمعوش، وبعد شويه لما كرر السؤال قال لو قلت نعم لوجب ولو وجب ما استطعت، يعني اسكت 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 ما تصحش. فاهم؟ ده معنى كلام النبي كده. فعلشان كده كانوا المهاجرين يخافوا يسالوا النبي عشان كده، وكانوا يفرحوا قوي لما يجي واحد غريب عن المدينه ومش مهاجر النبي يسمح له ويتبسط معاه انه يسال. فكانوا ينبسطوا قوي لما يجي واحد غريب يسال النبي وهم يقعدوا يسمعوا ويتعلموا. فالنواس بن سمعان ما رضاش يهاجر عشان كده، عشان ما يبقاش من اهل المدينه، عشان ياخد راحته في السؤال. ادي اللي منعه بقى ايه؟ من ان هو يهاجر ويبقى، مع انه قعد سنه في المدينه. ايه اللي منعه؟ انه عايز يسال، ولو هاجر هيمتنع عن السؤال ادب العشره مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت بقى؟ فبيقول ايه؟ اقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه سنه، ما يمنعني من الهجره، يعني الاستقرار في المدينه على طول يعني، إلا المسألة، إلا أني أحب أن أسأله، لأن المهاجرين كانوا يتحرجون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، قال فسألته عن البر والإثم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. صلة الرحم وتحريم قطيعتها، وده منبثق من بر الوالدين على طول، عشان كده جاب لك صله الرحم على طول بعد بر الوالدين. فهمت بقى المساله؟ وعن ابي قال حدثنا قتيبه بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي ومحمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن اسماعيل عن معاويه وهو ابن ابي مزرد مولى بني هاشم قال حدثني عمي ابو الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت هذا مقام العائذ من القطيعة. يبقى ربنا له عالم من العوالم، لأن ربنا رب العالمين، احنا عايشين في عالم الدنيا لكن في عوالم أخرى، وربنا يقول اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يبقى هناك عوالم من العوالم خلقها الله تصبح المعاني فيها اجسام. لان صله الرحم دي معنى، دي نسبه، دي علاقه، مش جسم، مش محسوسه، مش كده برضه؟ فالنسب دي والاعراض دي ربنا له عالم من عوالمه الذي خلقها، تتحول هذه الاعراض الى اجسام. تصور بقى الموت يبقى كبش، الموت ده جسم
ولا عرض يطرا على الانسان؟ عرض. طب العرض ده مش جسم، ما يشافش. فهمت ازاي؟ واحد اخلاقه حلوه، طب يعني ايه اخلاقه حلوه؟ تشوفها في السلوك بتاعه لكن ما لهاش صوره. يعني لما يقف في المرايه كده ما يلاقيش اخلاقه حلوه ولا يلاقي اخلاقه وحشه، لانها ما تبانش، مش جسم يعني. فهمت ازاي؟ لكن ربنا له عالم من العوالم يجعل الاعراض اجسام. فالموت يبقى كبش، يجي يروح دابح الموت قدام اهل النار يقول لهم حياه بلا موت، مفيش موت خلاص، الموت اتذبح كبش في سوره كبش. واهل الجنه يشوفوا الموت اتذبح، يا اهل الجنه نعيم بلا موت، خلاص مفيش موت. والرحم يجي في سوره ايه؟ جسم. وجسم ايه؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ ده في روايه كمان ايه؟ يمسك بحقو الرحمن. حقو الرحمن يعني الحزام اللي ايه؟ اللي ماسك ازار. طب هو ربنا جسم بيلبس ازار؟ لان ده عالم تتحول المطلق والمطلقات الى اجسام. تصور بقى في هذا العالم. ربنا قادر. عشان كده يجي لك الرحم ايه؟ يبقى في صوره جسم. زي ما ربنا بين لنا هذا العالم في المنام. العالم ده اللي سماه عالم الخيال. احنا بالنسبة لنا في الدنيا نسميه احنا ايه؟ عالم الخيال، وهو عالم من العوالم التي خلقها الله. لكن انت في الدنيا بتشوفه في صورة خيالك، والخيال ده يظهر في المنام، لدرجة انك في المنام تشوف بتشرب لبن فيقول اللبن الى العلم. طب ايه علاقة اللبن بالعلم؟ فهمت ازاي؟ لكن العلم في المنام في عالم الخيال لبن، في حين ان العلم في عالم الدنيا عرض. مش كده برضو؟ يعني في علم كده تروح تشتري، تروح عند البقال تقول له لو سمحت انا عايز كيلو علم، يوم يوزنه لك وبعدين تاخده تشربه كده تبقى عالم، وتلبس العمه تخش تخطب الجمعه. مفيش في عالم الدنيا دي، مش موجود. فهمت ازاي؟ لكن العلم في المنام ايه؟ لبن، كوب لبن تشربه تمتلئ علم. شفت قد ايه؟ ده في عالم الخيال. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رأيت جاءني في المنام كوب لبن فشربته وبقيت فضلة فأعطيتها عمر فشربها، فقيل ما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. فهمت بقى؟ معروف الحديث في البخاري. يبقى إيه؟ يبقى عالم الخيال تتحول فيه الأعراض إلى أجسام، والمطلقات إلى مقيدات. الله مطلق، كل شيء محيط الله. يبقى لو حقه، ايه حقه ده؟ ده حقه ده الجسم. اما عالم الخيال يا عمي، عالم الخيال يا عمي، تتحول فيه المطلق الى مقيد ويتحول العرض الى جسم. عشان كده يوم القيامه يجيب لك لا اله الا الله محمد رسول الله، هي دي ليها وزن؟ ده في يوم القيامه يبقى ليها وزن. لو حطيت السماوات والارض في كفه وحطيت لا اله الا الله محمد رسول الله في كفه ترجح لا اله الا الله. الله، في عالم الخيال. يبقى في يوم القيامة ده صورة من صور عالم الخيال، حيث تتحول فيها المطلقات إلى مقيدات وتتحول الأعراض إلى أجسام. ده عالم آخر خلقه الله سبحانه وتعالى، لا ندركه الآن، لكن النبي كلمنا عن بعض إيه؟ خصائصه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي رحمة لكل العوالم، فالنبي واسطة هذه العوالم كلها. فهمت؟ فالنبي رحمة للعالمين، لكل العوالم دي. فهنا برضو ما تتعجبش. ايه الرحم بقى؟ تمسك حق الرحمن وتقول اعوذ بك من القطيعه، فيقوم ربنا يقول لها طب سيبي بس، الا يرضيك من وصلك وصلت ومن قطعك قطعته؟ قالت رضيت، فراحت سايبه حق الرحمن وقعدت تستريح. ايه الرحم تعمل كده؟ ايه الرحم دي؟ عرض. ما احنا بنتكلم بقى في عالم من العوالم التي خلقها الله، حيث تتحول فيه المطلق الى مقيد والعرض الى جسم. فهمت بقى ازاي؟ ده عالم اخر نؤمن به. والعرض الى جسم. والعرض ولا العرض؟ الاعراض. يعني انت تقول انا النهارده قايم كده مكسل. طب نقول لك يعني مكسل 2 كيلو ولا مكسل 3 كيلو؟ ولا مكسل 2 طن؟ ده انا تقيل قوي. طب ما نعرفش ان احنا نوزن، يعني اما توزن الكسلان وتوزن النشيط على الميزان مش هتلاقي في فرق. توزن نفسك وانت كسلان وتوزن نفسك وانت نشيط، ما فيش فرق في الوزن. لا، ده في عالم بقى العرض الكسل ده يتحول الى موزون، تعرف توزنه. تصور بقى، وهكذا تبقى اسمها الاعراض.
اعراض المرض. اعراض المرض اللي هي زي الصفرة والحمرة والشحوب والالم والصداع، كل دي اسمها اعراض. فهمت ازاي؟ ليست لها اوزان لكن تشعر بها، فهمت؟ ده اسمه العرض. فهذا العرض يتحول الى جسم في عالم الخيال. فهمت بقى المسألة؟ معنى قطيعة الله. معنى قطيعة الله. قطيعة الله انك انت تعصى. قطيعة في الدنيا في الدنيا في المعصية، في الآخرة إنه يبقى في النار. أدي دار القطيع. فمن قطع الله قطعه الله أو قطع الله، يعني إيه؟ يعني قطع صلته بالله، يعني بالكفر أو بالمعصية. أدي المعنى. تقريب الأفهام يعني؟ مش تقريب الأفهام، ده في عالم كده فعلا إحنا نؤمن به إن في عالم كده، بس إحنا لسه مش شايفينه. ما هو ربنا بيقول لي فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. سيدنا محي الدين العربي بيقول فتحه الله علي فدخلت فيه، وقعد يوصف عالم الخيال ده، يقول ربنا فتحه لي وقعدت ازور فيه وشفت فيه الحاجات كلها، المطلقات مقيدات والاعراض اجسام، وذكرها في الفتوحات. الناس يقول لك ده تهيؤات. يا عم مش تهيؤات والله، ما النبي قايل، ما هو المنام كده، فهمت؟ دي عالم العوالم، انت دلوقتي مش مدركه، لكن هيجي يوم من الايام تدركه وتعيشه. فهمت بقى؟ ايوه. ايوه منام النبي الذي راى فيه عقوبه المقصرين وايه وتنعيم الطائعين، معروف الحديث في البخاري. احنا مره عملنا خطبه جمعه. طبعا مش رب الرسول بيقول سبحان الله تملأ الميزان والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. تملأ دي صفة الأجسام، وسبحان الله دي كلمة. فهمت ازاي؟ مش جسم. يبقى بيكلمنا على عالم ايه؟ على عالم الخيال اللي احنا اصلا هنشوفه يوم الحساب، حيث يحول الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء الى مجسمات تشوفها. ايمانك تشوفه ايمان كبير، ايمان ضعيف، ايمان منور، ايمان مظلم، ايمان متقطع. مش الايمان ده نور؟ لو واحد ايمانه مستمر يلاقي نوره مستمر على الصراط، واحد ايمانه يخفت احيان ويقوى احيان وهو ماشي على الصراط النور شوية يخفت وشوية يقوى، واحد تاني كان مؤمن فترة وبعدين انطفى ايمانه فكفر يضيء وبعدين يطفئ. فالمسلمين يشوفوا الحكايه دي يقول ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. فهمت؟ يعني يتحول الايمان الى نور حسي على الصراط. فهمت ازاي؟ وهكذا. فربنا اخبرنا على هذه العوالم، والرسول اخبرنا عن هذه العوالم. فهمت ازاي؟ فلا تتعجب، فان الله قدرته صالحه لكل شيء. قدره الله ايه؟ صالحه لكل شيء. عشان كده النبي بيكلمنا هنا بقى ايه على عالم الخيال، ويقال فيه المثال، عالم المثال او عالم الخيال اللي هو يتمثل لها بشرا سوي. فهم؟ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد من القطيعة، قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ مش قادر تفهم القرآن؟ افهم القرآن. فالنبي بيفسر هذه الآية. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، واللفظ لأبي بكر، قال حدثنا وكيع عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش. يهو قال لها مجسمة، حاجة ليها جسم وتشوفها كده متعلقة بالعرش. يبقى ده عالم آخر غير العوالم اللي احنا عايشين فيه. فهمت بقى؟ الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله
ومن قطعني قطعه الله، يعني من وصلني وصله الله إلى غفرانه، إلى مرضاته، إلى توفيقه، إلى إثابته، فهمت ازاي؟ ومن قطعني قطعه الله عن كل محبوب له وكل مراد له، فيتوجه إلى الفساد ويعيش فيه، فهمت ازاي؟ ويبقى من أهل الخذلان، كلما توجه لشيء لا يثمر في يده، وكلما فعل شيء لا ينتج في يده، ده الخذلان بقى، فهمت ازاي؟ يبقى من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن أبي عمر قال سفيان يعني قاطع رحم. وعن أبي قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن محمد بن جبير ابن مطعم أخبره أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. وعرف الدنيا، الدنيا في عالم الخيال إيه؟ امرأة عجوز وعليها زينة كثيرة جدا مزينة، لكنها عجوز كهنة قبيحة منتنة الرائحة، بس عليها إيه؟ زينة بقى وثيابه، يقول لك لبس العروسة البوصة تبقى عروسة، فهمت بقى؟ هاي الدنيا في عالم، في عالم المثال، في العالم اللي احنا بنتكلم عليه. الدنيا دي ده زمن ومكان، الدنيا زمن ومكان، والزمن والمكان صعب تمثيله، واخد بالك، في صورة واحدة، لأن الزمن متكرر والمكان متعدد، فازاي يبقى حاجة واحدة؟ فهمت ازاي؟ يوم يتحول المتعدد إلى حاجة واحدة، وغير المتصور إلى متصور صورة. فتأتي الدنيا في صورة امرأة عجوز شمطاء عليها زينة كثيرة، فهمت ازاي؟ فهو يبقى العالم ده النبي كلمنا عليه في أحاديث كثيرة، فهمت ازاي؟ بس احنا اللي بنغفل عنه ونقول ده النبي أصله بيقرب لنا الحكاية. لا، النبي ما بيقرب لنا، النبي بيحكي لنا عوالم ربنا خلقها، مش نقول أصل النبي بيحاول يفهم، لا ما بيحاولش يفهمنا، بيقول حقائق، النبي بيقول حقائق، انت بس محجوب عن بعض العوالم، زي ما انت محجوب عن الملائكه والملائكه قاعده حواليك، ومحجوب عن الجن والجن عايشين معاك، ومحجوب عن الميكروبات والمايكرو والبكتيريا والفيروسات وهي جوه جسمك مش شايفها، مش ده اللي حصل؟ لولا الميكروسكوب يعني كنت هتشوف بكتيريا وهي معاك، فهمت بقى ازاي؟ وعن أبي قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن محمد بن جبير بن مطعم أخبره أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. يعني إيه لا يدخل الجنة قاطع رحم؟ طب افرض الراجل بيقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، والنبي يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وبعدين وهو قاطع رحم، في تناقض؟ لا، ما فيش تناقض يا سيدي. لا يدخل الجنة قاطع رحم إن كان مؤمنا، أي دخول الفائزين لابد أن يعاقب، يبقى لا يدخل إلا بعد عقوبة إن كان مؤمنا. طب ولا يدخل الجنة أصلا إن كان كافرا، قطع رحمه كافر كمان، فكفر يمنعه من دخول الجنة، وقطيعة رحمه تجعله يعذب في النار، كفر يجعله مخلد في النار، وقطيعة رحمه يعذب في النار به، فهمت بقى إزاي؟ يبقى لا يدخل الجنة قاطع رحم، أي إن كان مستحلا قطيعة الرحم يبقى كافر ويبقى إيه على الحقيقة، وإن كان غير مستحل عاصي بس يبقى لا يدخل دخول الفائزين. والكلام ده كررناه كتير في باب الإيمان لو أنتوا فاكرين. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ، أو ينسأ في أثره، ينسأ يعني يؤخر، في أثره يعني في أجله، يعني معناه طول عمره يعني، فليصل رحمه. يبقى خد بالك أن صلة الرحم لها أثر في الدنيا، واصل الرحم تلاقي ربنا موسع رزقه ومطول عمره، شفت قد ايه؟ يبقى صلة الرحم لها ثواب معجل قبل ثواب الاخره،
ثوابها المعجل ايه؟ سعة الرزق في الدنيا وطول العمر. من سره ان يبسط عليه رزقه او ينسأ في اثره فليصل رحمه. بس الناس يقول لك يا اخي ده الاجل معدود ومكتوب، ازاي يعني يتأجل؟ ما الله سبحانه وتعالى له قدر معلق واقدار مبرمة، فمن القدر المعلق ان يقول للملك، لملك الموت، ان وصل عبدي رحمه فيكون عمره 100 سنة، ان قطع رحمه فيبقى عمره 40 سنة. وعلى فكرة قطع الرحم لما يبقى عمره قصير رحمة بيه، لان لو طلع عمره تزيد معاصيه. اما يقطع رحمه 40 سنة مش احسن ما يقطع رحمه 100 سنة؟ يبقى من رحمة ربنا بيه انه ايه؟ انه يبقى عمره قصير اللي هو قطع الرحم. ليه؟ لان اذا طلع عمره كسرت معاصيه، واذا قصر عمره قلت معاصيه. ومن رحمة ربنا لقطع الرحم انه يطيل عمره، لان خيركم من طلع عمره وحسن عمله. فهمت بقى ازاي؟ لو كان اللي هو هيوصله مات ما لحقش، ما تابش قبل، يعني ايه؟ يحسن لاولاده، لذريته، لاصدقائه، طبعا تبقى صله، ويكثر من الاستغفار له والدعاء له. كويس؟ يعني افرض انك انت قطعت بعض الرحم ومات وانت قاطع رحمه، كيف تصل بعد موته؟ تكثر من الدعاء له وتبحث عن ذريته واولاده واقاربه وتحسن اليهم. فهمت بقى ازاي؟ سهل. وعن ابي قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. عشان كده ما يجي لك واحد مضيق عليه في الرزق ويقول لك انا كل باب رزق ادخله مقفول، تقول له هل انت امك عايشه يا ابني؟ ابوك عايش؟ ايه علاقتك بيهم؟ يقول لك ولا بسال عنهم. تقول له روح برهم يا اخي هيتفتح لك ابواب الرزق. طب عمامك عايشين؟ يقول لك لا ما اقاطعهم. طب يا ابني روح زور عمك وزور خالك زور قريب هيتفتح لك باب الرزق. كلام النبي اهو، بدل ما تقول له اقعد اقرا سوره الواقعه وهو قطع رحمه، والله لو 100 واقعه في اليوم طالما قطع رحمه هيفضل مقفول رزقه. فهمت ازاي؟ فلازم تعرف تتعلم من النبي كيف تتعامل مع الله. لو ربنا ضيق عليك الرزق اعرف ان الخلل فيك، فراجع نفسك. والخلل متعلق الرزق ايه؟ صلة الرحم. صلة الرحم تفتح باب الرزق، قطع الرحم تقبل باب الرزق. فهمت ازاي؟ فالحكاية كده. وعن ابي قال حدثني محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. دي مشكلة كتير من الناس تقول كده، أنا بروح أحسن لقرايبي ما يجيليش الشر إلا من قرايبي، فأنا قطعت علاقتي بيهم أحسن. مش المثل بيقول الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح؟ في ناس بتعمل كده؟ فقال لا، انت تستمر بالاحسان اليهم وربنا هيكفيك شرهم ويبارك في رزقك ويطيل عمرك وهيكفيك شرهم، ما تخافش، لكن تستمر في الاحسان اليهم. واضح؟ فقال لئن كنت كما قلت، يعني بتحسن اليهم ويسوئين اليك، واخد بالك ازاي؟ وبتحلم عليهم ويجهلون عليك، لو كنت كده فعلا فكأنما تسفهم المل، الرماد الحار، كأنك بالظبط ايه بتنشر عليهم الرماد الساخن، كأنك بتحرقهم. واخد بالك؟ يعني بتكون سبب لعقوبتهم يعني. ولا يزال معك من الله ظهير، يعني معين ودافع للأذى. ادي معنى معك من الله ظهير، معك من الله ظهير يعني معين دافع للأذى. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، يعني ما يهمكش، مش هيضرك أذى الناس طالما انت بتعمل لله لا يضرك أذاهم. واخد بالك؟ مش ربنا بيقول لن يضركم إلا أذى؟ لن يضركم إلا أذى، والضرر الحقيقي أن يكون ضررك في الدين،
فهمت بقى ازاي؟ لانك لو عملتهم بالمثل هيتحول الضرر بتاعك الى ضرر في الدين، ولو صبرت عليهم هيبقى كل الحكاية اذى في دنياك، والاذى في الدنيا غير الضرر في الدين. فهمت؟ فقدم الدين على الدنيا، ادي المعنى. لن يضروكم الا اذى، مش هيضرونا في ديننا، اعدائنا مش هيضرونا في ديننا، لكن اذى بس، ياخدوا من ارزاقنا، يتعبونا، يرهقونا، ينهبوا خيراتنا، ادي الحكايه. لكن لن يضروكم، عشان كده لا تجعل ايه مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه، مش مشكله يا اخي، ده هجيب لك شويه اذى هيسيبك في الدنيا، لكن انت لو عملتهم بالمثل هتقطع الرحم، وده يصيبك في دينك، فاجعل مصيبتك في دنياك ولا تجعل مصيبتك في دينك. شوف كلام النبي جميل ازاي. والله تعالى اعلى واعلم، ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.